يا اهلا وسهلا، والله نورتي الدنيا، والله نورتي. باري باري لك كثير منوره. هلا راح تطفي اللمبه لانك منوره كثير. اليوم بحذركم شو راح نعمل. اليوم راح نجيب رفيقه الانتيم لاختي الخروف. اصلا هلا بس نروح نجيب الخروف ما راح تميزوا بين الخروف واختي، لهيك انتبهوا منيح شوفوا اختي. انت والخروف نفسه. اكيد جماعة اليوم في كتير قصص راح نعملها، فبلشنا الفيديو سوا. رايحين نجيب رفيقة لاختي نحطها معنا بالبيت. بس اذا بتريدوا خليكم هيك مركزين باختي منيح عشان ما تخربطوا بينها وبين الخروف. اوكي مين راح يطلع؟ المهم قبل ما نروح ونجيب هيدا الخروف اللي هو رفيقة لاختي، راح نعمل شغلة انه انا لازم اوكي اعتني لها شوي بوش الجميل. حذركم ليه؟ ما تقلي لهم لازم تحذروا شغله رح تصير قريبا لاختي. حذروا شو؟ كلهم حذروا بس اتس اوكي، اكتبوا لنا بالكومنت تحت. على فكره اللي تعرفوا كل شيء لازم تروحوا تابعونا على حساباتنا على الانستغرام، رح احط حسابي وحساب اختي تحت بصندوق الوصف اوكي، لتعرفوا قريبا في مفاجات كثيره. نزلك تحت الدوش؟ نزلك انا. يلا اوكي. هلا اول شيء اختي لازم عن جد نعتني شوي بشكلها، لاني يعني صاير شكلها نص على نص. بتطير العقل. لا عم بقول انا الكاميرا صايره نص على نص. يعني ثاني عم اقول لك يا سطل غسلي وشك بدون ما تنشفيه. تعي معي. ماشي اوكي يا جماعه، اليوم رح نستخدم شغله لوشها لاختي اللي هي لونا 3 لحتى نعتني بوشها ونعمل لها مساج لوشها، لاني لازم يكون وشها كثير كثير مرتب قبل بكم يوم. من اكتبوا لي بالكومنت تحت. كمان في حدا هون لازم تقولوا له مرحبا. 1 2 3 ترى رفيقك جاي ولا رفيق اختي؟ ما عم بفهم. رفيق اختك هو رفيقك يا نورا. الحق يقال. ما اسالكم حبيبي الخروف اصلا بده يطلع احلى منك ومنك. ها لاشوفكم باي باي. شفتوا له اي منيح عشان ما تخربطوا بينه وبين الخروف يلي رايحين نجيبه. اوكي يا جماعه هلا بدي اخلي اختي هون تتشطع. تفضلي معي اذا بتريدي. تفضلي يلا. اوكي هلا بعد ما غسلتي وشك وشلتي الميك اب تمام، هلا رح تحطي من هيدا الكلينسر من فور يو، حطيه هون وهون وهون حش عشان ما تخلصي لي اياه. يلا. على فكره اختي صار عندها كل منتجات فور يو والحمد لله، عن جد ورثتني بالحياه. بقت لها والله راحت لها. اوكي رح احط لها هيدا الكلينسر هيك وهيك. ستارت تريتمنت. ترام يي شو حلو، هي اول مره بعمل لاختي هيك شيء. تعي قربي لشو. شايفين كيف وز عم تعمل؟ اوكي بعد ما ننظف البشره هيك تمام. فايقيني بس تخلصي فيكي كل يوم. لا حبيبي انا بعطيك اياه اعملي انت كل يوم، ما انا كل يوم بدي اعمل لك. خلصنا. اوكي هلا هدول رح اهديك اياهم بس لخلص لك اوكي، بس لازم تستعمليهم اثنيناتهم مع بعض مشان تاخذي اكبر افكت منه. ما بتهديني حالك معهم لتعملي لي. ليه؟ اوكي يا جماعه هدول اذا حابين تستعملوهم استعملوهم مع بعض تمام، لحتى تاخذوا اكبر افكت من هيدا الديفايس مشان تكون ثقتكم بحالكم كبيره مثل اختي. اوكي يا جماعه خليني اقلب لكم الكاميرا حاجه تشوفوا اختي هلا بتخربطوا بينه وبين الخروف. اوكي اوكي هلا بما انه استعملت لك لونا 3، اهم شيء انه انت ما بقى في داعي تروحي على الصالون حاليا اوكي. بعد ما خلصنا نضيف البشره بالكلينسر هلا لازم تروح تغسل وشها، لان رح اعملها فقره ثانيه بهيدا الطرف. انا بعتك تغسلي وشك ولا بعتك تسمعي فويسات؟ اه ايوه غسليني كمان. كمان يا جماعه اللي عنده اخت يروح يقتلها. قصدي لا يعني روح اجيب لها فوريو. يلا يلا خلصي. نعيمة تفضلي معي. هلا بعد ما خلصنا تنظيف البشره شو رح نعمل؟ رح نحط هيدا السيروم كمان، هيدا من فور يو كمان بستخدمه. رح احطه لاختي جاي لورا هيك وهيك. هون المساج وهون التنظيف البشره تمام، بس ما تتعود كل يوم تجي لعندي حبيبي. نحن بنفتح يوم بالاسبوع الصالون وبنسكر باقي الاسبوع اوكي. عم تسكتيني لما بتحطيها. اوكي يا جماعه هلا خلصنا المساج للوجه، هي مفكره حالها جايه على الصالون حقيقي. حبيبي الحساب تحت تدفعي اوكي؟ الحساب كاش ماني ما بناخذ نحن غير كاش ماني. كاش كمان، ما انا الكلينسر والديفايس كله اجاني فور فري، فشو بدي ادفع؟
يا جماعة عن جد شيء هلا غير انه هي اجاها فور فري كل هالمواضيع، انتوا اذا عن جد اشتريتوا هيدا الديفايس عن جد رائع، يعني انا بخليه دائما وين ما مسافر شفته معي هنن، وحتى جبت لاختي منه لاني عن جد ما فيني بلا هون، خاصة هيدا الكلينسر. فكل شيء معلومات عنهم بصندوق الوصف تلاقوهم، اذا حابين تجيبوهم فيكم تحصلوا عليهم. النتيجة فورية، يعني فورا بتحسوا بالفرق ببشرتكم انشدت، شفتوا؟ يعني انا هلا حاسة انه بيستاهل الشيء اللي عندي اياه بعد يوم. واذا عندكم اخوات اكبر منكم قولوا لهم يهدوكم اياهم يعني. صح 100% هي اهم نقطة. اوكي هلا رح نروح نلبس بعد ما خلصنا، لاني انا خلصت التريتمنت تبعي، بس لقالين هلا عملتها قدام الكاميرا لحتى تشوفوا، لاني قلتوا لي بدكم شيء تصوروا مع اختي فلقيت هيدا الموضوع يعني. وكل الفيديوهات القادمة عن اختي، واذا حابين تعرفوا شو عم بيصير لاختي روحوا تابعونا حساباتنا على انستغرام، رح تعرفوا اشياء جديدة اذا ما بتعرفوها على اليوتيوب، حساباتنا هون وبصندوق الوصف. هلا صار وقت خروف رفيقة لاختي، ليتس جو. شوفوا رح يطلع بيشبه مين. قومي خلصيني، والله رح يشبهك كثير، رح يخربطوا. يلا رح نلبس ونرجع لكم. اوكي باي. اكو تقريبا وصلنا عند الخروف، ما بعرف اصلا وين جينا، كان له اي خاطفنا او هيك شيء يعني. يا حبيبي ما بقي محل، ما بقي جبل، لك وين صرنا بالوادي. يا ابو ليك شو عم تعمل هون؟ عن جد شو عم تعمل هون ليك؟ لا هذا كلب. هلا نحن اجينا لمحل في كلاب وخواريف ومعزات، ما في شيء ما موجود هون. انا كيف بدي انزل؟ معلش تفهمني؟ على فكرة اختي شو؟ لا لي هي اختي الجميل. علي مطبني له دول اروح هذا كارثة مو مصيبة. لو ايش عم تعمل طبون السيارة؟ ياخ مفديه كأنه شراني هالخروف شوي. ها؟ شراني شكله؟ عافيك ما؟ منبنى بيقتل جاسر العميل، بيقتل رفوته كله تروح بقى. يعني هلا رح نروح نفاجئ الولاد فيه بالخروف. اخ قلبي ما عم بعرف كيف بدنا ننزله من السيارة هلا. بعرف ولا انا بعرف. طبعا نحن جايبين الخروف لبنعرف شو بدهم طعميه، اللي عنده اكل اللي عنده شرب. بدنا هلا انا برايي بنجيب له بقدونس يكون مدلل هيك، وبقدونس يعني بركي امي بتاكلك. امي بتعمل بقدونس، بتعمل تبوله بالبقدونس مو راح طعميه. بنجيب له بنجيب له خسات وبقدونس، خليه يتدلل شوية ملفوف هيك، فكر حاله انه جايبين نربيه ما جايبين لحتى. على فكرة جوج ما بيعرف موضوع الخروف ابدا، ما بعرف شو رح تكون ردة فعله. رح نفتح الطبون ونشوف الخروف الا اذا صار الخروف مربوط ومشي الحال اصلا. بس ليش جايبين خروف؟ ما بيكفي انت؟ على فكرة انا بتوقع او كنت متخيل انه الخروف مثلا انه ايه ممكن ما يهدى، بس انا وقت اللي هلا رحنا نحمله على اساس نحمله بهيدي السيارة اوكي؟ الزلمة صاحب اللي اشترينا منه قال بنط، هاد بنط يعني اللي بيكسر لك الدنيا، يعني بيكسر الازاز كله للسياره. ما اضطرينا نحطه بالسياره الثانيه بكاجه مسكر يعني هيك. هلا انا كيف بدنا نشيله؟ ما عم بعرف، بده ينط بوشنا. انت بتشيلي اوكي؟ لا انا ما فيني اشيله. على فكره انت اول ما شفتي حسيت عليك انقطع قلبك، وقفتي على جنب وخوف. ما بعرف شو صورت لهم اصلا، والله ما بعرف شو صورت. عم ترجف كانه. وصل الضيف، وصل الخروف. والمشكله انه اختي معه بالسياره الخروف، فاكيد اكيد اختك هلا رح تقلي تضربي منك للخروف. جاني رح تقلي تضربي منك للخروف. هذا هي السياره جايبين فيها الخروف، ما عم صدق. انتبه لك شو ايه، بس مات الخروف برا. ما سمعتي قال عم بيقول انه خلينا نرقد وراه هيك احسن ما نرقد وراه بس بالوادي. لاني ليك هنيك نزول، هلا رح ينتحر الخروف من اول ثانيه. لجوا لجوا لجوا. انا بنصح لكم سكروا الباب. لا كل شوي يطلعوا معكم. شو صاير؟ بدي افرجيكم ملامح. شو شعورك وانت معك خروف بالسياره؟ يا اولاد يا اطفال يا صغار. جوجي وينكم؟ يلا تعوا تعوا بسرعه بسرعه بسرعه. وين وين بيبو؟ يلا تعالوا بسرعة، محضرينكم مفاجأة بالسيارة. شفتوا الهدايا؟ هلا غمضوا عيونكم قبل، وقفوا هون. غمضوا واحد، ما تفتحوا هلا. أنا خايفة. افتحوا عيونكم. افتحوا عيونكم. ليك شو 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 بابا؟ عنت ما تقرب مجنون؟ ما تقرب ليكو ليكو هذا طور ما خروف كأنه ليش هيك مقرن كتير؟ ما بعرف كتير ما قلنا شو شعورنا نحن ومعه بالسيارة. هي سألتك شو شعوري؟ حاسة حالك تخاف في حدا؟ مثل
المسلسلات كيف بيسمعوا صوت الخروف. يلا لو اي انت ماستر، شو رايكم يا شباب؟ حرام بلك اوعى تخاف اللي شاف ما عم بالك اوعى تخاف مربوط مني قليل قليل مسكي له الحبل الله يماما تعال تعالوا نربطه سيارة كيف بتروح رحنا كيف بتروح رحنا لا 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 طول بالك عم بقول لك طول بالك عندي يلا لك ربطه ربطه هيك بينزل على الدرع لا انا عن جد عن جد والله والله خاف لا جرسحوا والله ليك اذا نفض من ورا ليك مبول على هيدا الله من بسل معك اربع اربع ليك شك انه وين حبيت انه بزاق بدي يلبط انه اي كثير كبير ليش جبته كثير كبير ترى ابيض صغير شو متخيل يجيب لك بس قطه ايه بس على اساس خروف صغير الكلب احسن واحد واشرف فينا ليك عم بيعصب عم ينفخ ها عم بيعمل يا لو اي ما بتمسك لي ايدي وتعمل فيها رومانس اوكي انا صار بدي مغسله هلا شوفوا بدي اترك شو رايك بالمغسله الله الله اف سان لوران شانيل ما بعرف ها يا حلو يو يا حرام مين حرام؟ شو حرام؟ بده يروح فيها هذا هسه حرام انت هيك عن جد عصب مضرب راسه يا ايوه لا جوزي لا حبيبي كيفك كيفك لا الو لا هي انا ضربت الشجره اصبر يا خرب بيت ضربتي حالك هيك اذا عصب ممكن يعمل لنا شيء بينطح عم تمزح والله انا برايي لا اكثر عم بضرب حاله يا لو اي مسو خرب بيتنا على الخروف بهديك الشجره انا اول مره بشوف بهديك الشجره بس بهديك الشجره يلا يا معزه شو ما في مجال تقدر تخدمي معي هيدي معزه فكرة الكل زعلان على الخروف ما بعرف ليه حرام يوم اخر يوم بعمره عن جد يوم اخر شو امنيته الاخيره قلبي لك خسي او خيارة شو مامي يلا تعمي ما انت بتعمل حيوانات يلا 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 هذا بلا تربية نحن وقت اشتريناه صاحبه عم بيقلنا هذا كتير عصبي ومجنون فعن جد الله يستر شكله عم ينطح حاله من اول ثانية هلا ناقلين خروف على محل ثاني بس هون يعني جنب البيت كمان هذا الخروف قرر ينتحر يا شباب قرر ينتحر ليكو طبعا نحن كلنا مشانين ورا الخروف خروف صغير مشينا وراه يلا لا لا هون هون بتقعد ترتاح حبسنا لا ما انحبسنا سكر بيبي لك سكر سكروا اقفلوا انتوا محبوسين ثلاثتكم هون جوا ليك حبسنا هون الثلاث خواريف حبسنا يا شباب بدنا نسأل قصدي يا خواري بدنا نسألكم شو أمنيتكم شو أمنيتكم الأخيرة اطلع من هون شو أمنيتك لا ما في تطلع عصبي يا زلمة مجنون ايه مجنون هالخروف بعرف خروف عم بيقولوا والله وديع مثل الخروف لا طلع بيطلع الواحد مجنون مثل الخروف جوجي شو بدنا نسميه للخروف؟ خروف لا شو بدنا نسميه عطوا اسم يلا بسرعة خرفان لا ما رح نفتح لكم لا لا خليكم انا برايي افتح بدي اطلع سكرين سكرين ماما خدوا خدوا نسميه لوبا مينو؟ لوبا لؤي وباسل انتوا لوبا 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 افتح هون لؤي وهون باسل افتحوا لنا بابا كثير حلو الاسم صح لا لا خليه جوا لا يجي عليكم خلوكم خلوكم ممنوع ماشي يا طالب اذا بحبسك معك ما تسمع تسمع اسمكم هلا هذا مقطوع قلبه مننا لازم عن جد نتركه شوي بس ربع ساعة ليروق نفرج عنهم يعني نفرج يلا يلا معلش حرام حرام لك ما بس افهم انت شو كنت عايش قبل ما تجي لهون مالك عنده قصر يلا ما بقى لك فشكل خليفك ها والله فشكل خليفك ما
حشروش بعد بوري دوري ينبسط يقوم نحن كمان يا ليه عم تحمل ما بعرف قال عم يبورد هو مضل شوي ببكاج سيارة اختنا فبيعصب هو شوي حرام بيعصب ايه تعود يعني السيارة عم ترج رج دول خاطفين حدا معنا افرجنا عنهم حرام خلص خود راحتك وعيش حياتك رح نتركه شوي هلا يرتاح ونيجي جوا مشان يتأقلم على المحل الجديد طبعا بكرة الذبح ايه شفتي كله بسببك حرام بس عن جد نزلت عليه كله بسببك انا ليش خاصني انا شو قلتكم جيبوا خارو لوبا لوبا باي لوبا لوبا لك لك شكلهم تعالوا نشوف شو صاير بالسياره شو صار شو عامل له السياره ولا والله ما خلص بس طولوا بالكم بس لنخلص من هالفقره انا نازله لاني انتم مقرفين على فكره يا محلى الخارو جنبكم لؤي ماما واخيرا عرفت كيف الخروف بنفخ هيك يا عمر ما طلع شيء من انفه لك اهلين ببابا والله لك اهلا وسهلا حبيبي اخ حياتي ماما هلا سؤال اذا بنجيب لك الخروف بندخله هون بعد ما انك ماسحه شو بتعملي فينا بتذبحكم عمل السياره توليد انت ليك شو لحق بهالنص ساعه بتقولي ما حاصره بلش الشطف بالسياره حبيبي اشطف اشطف ولا شاطر بس انت تجيب خواري بناخذ جوي على عند الخرشي خلاص يلا يلا جوي يلا 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 خالو يلا لا بس شوي هيك تقربي منه اوكي شو يا عنا بتخاف من الكلب هلا ما حتى جوا بدنا نحطها بالقفص مع الخروف بدنا نحطك جوا مع الخروف هلا ركلي جوا كثير حلو هلا هلا شو طيب اسمع يلا لؤي احملها وحطها جوا نحن طبعا ما راح نحطها بس يلا جاية نعمل مقطع ليكي ليكي حلو عم يمزحوا لك عم يمزحوا والله عم نمزح وقف قلب حرام باي باي هي حبة الصندوق كل الشباب فاتوا الله يا معلم حرام ولو عمهل الرفق بالحيوان تعامل معه عمهل لؤي سكوا 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 يلا يلا سكوا سكوا ما تخاف ما تخاف يلا هذا عمي كبوشة بحر ماسكوا هو برافو يا بطل هرب بابا هرب واحد ماسكوا من هو واحد ماسكوا من هو بيناتهم شجرة ربطنا للمرة الثانية للخارج عم بيشخر كأنه بيضل بيشخر معصب يلا هجوم هجوم على لؤي هذا ما انه خارو قربي شوي بدك تقربي شوي لنقدر بابا انت يعني بدي اقدر هدي انا لؤي انت رح تعمل لك يا بنت خلوه خلوه مسكر خلوه مسكر خلوه مسكر تعليني جمعك جمعك فك الكاميرا ما بيتامل لك بشي بالحياه والله حرام دقيقه شوي شو حرام كمان طلعنا روحنا هسه حرام نفكوا من هون بعد شو اسمه خالو بيقول له الخروف خالو قد ما انه كذا يوم بيقول لهم خالو يا جماعه هلا بدنا نعمل تحدي كثير حلو مع اكثر وحده بتخاف من الخروف اوكي بتخاف من كلب وقطه دقيقه شوي هلا جوي بنت عمته لجوجي دائما بيحكي لكم جوجي بنات عمتي وهيك جوي بنت عمته الصغيره اوكي بتعرفوا عليهم تمام اوكي قلنا لها لجوي في تحدي وهي متحمسة يعني اوكي؟ خالو التحدي هو انه انا بنروح انا وانت عند الخروف على القفص بتلحمسي لو بتبوسي بتاخذي 100,000 لا 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 طيب بتلحمسي لو بتبوسي وبتلفي بتاخذي 100,000 لا لا انا وانت بس شرف خالو وانت بمسك لك اياه تمام؟ وانت بتلحمسي له بس تكوني عم تضحكي عرس لا انا وفي الك انت ما حدا حكى معك ابدا عن جد لانه هلاك الجامي بيركب عليه ايه
في لك 100,000. بدي اعد للثلاثه، 1 2 3. بتقولي ايه؟ بتقولي لا. 1 2 3. يلا ليتس جو. بدي التحدي. ليتس جو. بس دقيقه، واذا خسرتي انت بتعطيني 100,000. ما معه. بسط لك اياهم. يلا يلا. لا تخافي انا معي 100,000. يلا وراك جوي وراك. ليك بس طلعوا الشباب لفوق. لك لك لوي كان وقع. يلا يا شباب انا قبل مره طلعنا هون. يلا يلا فوتوا يا حبيبي. اول شيء بس دقيقه لبابا يمسك. يلا يا شباب يا هذا مخاروف. انا شايفه خرفان هذا توحد عن جد. هذا انس هذا بده يهرب هلا بكره. انا عكلف مخاوف علق هذا. يلا جاي جسورة. لوي لوي هلا يا مجنون. يلا جاي جاي جاي. يلا جاي من الأرضين. يلا جاي يلا من هذاك الطرف. جاي من هذاك الطرف. من هذاك الطرف جاي. من هون من هون تعال. يلا يلا جاي جاي. يلا من هذاك الطرف. يلا 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 على راسه. بدي تحمسي له. يلا على راسه بالراسه. يلا 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 جاي. كلنا جاي. يا شي جاي. يلا يلا جاي. شارو بعدوني. يلا خالد جاي جاي. لا قابي جاي جاي. يلا يلا جاي. يلا اسا اسا غمضي. قوية قوية. برافو يا حرام. يلا بعده عنه. هدول بدو يلفوا يبوسوا. بعده 1 2 3. فلتوا بعد. يا مجنون رسمي رح يكسر الشجرة يا شباب. هيا خسرنا 100,000 يا شباب. هاتي ايدك حبيبي. بتوقعي والله. ماما ما تسترجي بابا. يلا تعالي 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 تعالي. يلا انتبهي ما تسحطي. ها انتبهي. ايوه عمهلك عمهلك عمهلك. يلا 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 منسوح. جوية بدها 100,000 رح تخسر معنا 1,000 ليرة لبناني. ايه 100,000. عفوا 100,000 ليرة. طبعا جوج عم بيدافع عنا لاني مشاركة. شو لا قابي قلنا له انت 3,000. 3,000 ما؟ وهي 3,000. ايه وكمان ليك من المصاري. دقيقة دقيقة ده بابا من المصاري انا كمان مجهزة مشان ناخذها. بدي اياها خلص مصاري بابا. اوكي يا جماعه حاليا رح نقلكم فيديو اليوم. خلاص كل عجبكم يا جماعه. بكره في فيديو بجنن في مفاجاه بتطير لعند حارب. بدي حمام بدي حمام. ليكو ليكو ريحتك لازم.